متتبعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. غادي نرجعوا إلى مشكلة التطبيقات الذكية على مستوى مدينة الدار البيضاء، سيما أن جمعية مولي الحسن للتنمية المستدامة تقدمت بواحد مراسلة إلى والي جهة الدار البيضاء وأيضا إلى والي الأمن ووزير الداخلية من أجل الإسراع في التفكير في بضرورة تقنين هذا القطاع، خاصة بعد يعني تمادي الصراع ما بين أصحاب التطبيقات الذكية وأصحاب التاكسيات. من أجل مناقشة هذا الموضوع غادي نستضيف السي عبد الحق عتيق، رئيس جمعية مولاي الحسن للتنمية المستدامة. سي عبد الحق مرحبا بك. مرحبا جريدة الأنفاس ويومكم سعيد. كنهني صاحب جلالة نصر الله بمناسبة فوز المنتخب المغربي وانتقال يلو إلى الدور الربع، وكما أهني سيد فوزي القجاع والجامعة الوطنية لكرة القدم، وأهني الشعب المغربي، ونتمنى في هذا اليوم المبارك السعيد إن شاء الله الرحمن الرحيم الفوز للمنتخب المغربي بإذن الله، والنصر حليف إن شاء الله. سي عبد الحق عتيق، طلبتوا كجمعية قدمتوا مراسلة إلى والي مدينة الدار البيضاء من أجل يعني تنظيم قطاع تاع التطبيقات الذكية، أشني حيثية تاع المراسلة هذه؟ قبل من نفكروا اصلا كاع تكون كرساله، احنا كجمعيه المجتمع المدني كيهمنا انشغالات ديال المواطن، وبالتصفح ديالنا لمجموعه ديال وسائل التواصل الاجتماعي لفت الانتباه ديالنا الصراع ديال اصحاب التطبيقات الذكيه او المقاولين الذاتيين المزاولين لمهنه النقل والتنقل عبر التطبيقات الذكيه وأصحاب الطاكسيات. فكثر هذا اللغط، كثر هذا اللغط في وسائل التواصل الاجتماعي. فاحنا كجمعية المجتمع المدني قلنا علاش ما نحاولوا نخرجوا من الصورة النمطية ديال الجمعية ديال المجتمع المدني إلى جمعية مبادرة اللي تقوم مبادرة اللي تتفرض راسها كجمعية اللي ممكن تساعد في إيجاد حل القضايا والانشغالات ديال المواطن بصفة عامة. اش المراسلة، شنو الحلول اللي تتضمن هذه المراسلة؟ الحلول كنا راسنا أولا مش غير السيد الوالي ديال الجهة، راسنا السيد الوالي الجهة، راسنا السيد الوالي ديال الأمن ديال جهة الدار البيضاء سطات، راسنا السيد المدير العام للأمن الوطني مشكور، ورسنا السيد وزير الداخلية المعالي السيد وزير الداخلية. فكانت المراسلة تتضمن على أساس يوقف هذا الصراع اللي كيصير ما بين أصحاب التطبيقات الذكية وسائقين، ولا كيف تيقولوا بالعامية مالين الشكارة ديال أصحاب المأدونيات، باش توضع حد لهذا الصراع هذا من جهة. ثانيا باش يتقنن هذا الموضوع وتجرى لي واحد الدراسة بشراكة مع وزارة الداخلية بصفتها وصية على القطاع، وبشراكة ديال واحد المجموعة ديال الإدارات العمومية والمتداخلون الشركاء في هذا القطاع. أشنو التصور ديالكم بتنظيم هذا القطاع تاع التطبيقات الذكية، خاصة التطبيقات الذكية غادي تنتشر في المغرب بواحد بسرعة كبيرة؟ والانتشار ديالو ماشي غير في المغرب، الانتشار ديالو بعدا راه عالمي، والمغرب راه صورة صغيرة من الصورة الكبيرة، وهذا كيفتح باب ديال الاستثمار، باب ديال التكوين، باب ديال تشغيل اليد العاملة. لا انا مثلا انا كدولة بغيت ننظم هذا القطاع هذا، اشنو التصور ديالكم باش ننظم هذا القطاع؟ كيفاش خصني ندير لي باش يولي قطاع اللي هو مقنن اللي هو داخل في اطار جاري دراسة بشراكة مع كيف قلت وزارة الداخلية، وبشراكة مع الجامعة بحكم ان الجامعه ديال الحسن الثاني بحكم انها بحكم التعليم العالي، يعني التعليم العالي تكون شراكه باش تكون دراسه اكاديميه وتوضع حل هذا الموضوع هذا بصفه جذريه، وتقنن هذا القطاع ودير دراسه وتقنن هذا القطاع، واللي بغى يشتغل مستعد ينفتح السوق ونطلب ونفتح على 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 السوق الوطني. حتى الساعه يعني قبل ما يتقن القطاع، الناس اللي خدامين في هذا القطاع واش يحسوا بالامن؟ تيحسوا بانهم خدامين في واحد المهنه اللي تضمن لهم العيش الكريم، تضمن لهم الراحه النفسيه، ولا دائما داخل في هذاك الصراع مع اصحاب الطاكسيات اللي غيشدونا؟ صراحه والله هذا السائق ديال التطبيقات الذكيه نكذبوا ولا قلنا كيشعر بالامان وهو خدام، مضطهد هاد السائق هذا، مضطهد ما تيخدمش في الامان. وي هو خدام الناس اللي كزبائن، راهم في امان
وهم حيت ممكن ما على بالهمش بالصراع اللي كيطرى ما بين اللي كيطرى ما بين هما نيت كاصحاب التطبيقات الذكيه والتاكسيات. ولكن كسائق متطهد ما كاينش لا يشعر بالامان, ما كاينش الامان, كاينش الامان الصراحه هي دي. علاش؟ حيت ما يمكنش تهز واحد الزبون وانت خص تحضي على اليمين وتحضي على اليسار, باغي تشوف اللي قدامك وتشوف اللي وراك, وعندك يجي مول الطاكسي وعندك ما يجيش هذا, وعندك ما الطاكسي تيبراكي وني عندك البراكاج. كيبقى داك البراكاج يخالج هذاك السائق حتى كيوضع هذاك الزبون, ما تيقول على سلامه كراسي حتى كيوضع هذاك الزبون, وكتخلص كيزيد مع الطريق. البعض حسيت اللي كانوا سائقين الطاكسيات, مجموعه من سائق الطاكسيات هما التاجوا لهاد التطبيقات الذكيه, فرايك علاش كاين هذا اللجوء لهاد التطبيقات الذكيه؟ اللجوء لهاد اللجوء للسائقين للتطبيقات الذكيه نظرا للمدخول المناسب, ولا الحمد لله اللي كيسد بعدا واحد الحاجيات اكثر من هذاك الطاكسي. علاش؟ حيت راه التطبيقات الذكيه بعدا راه البعض منها راه تيشتغل بثمن اكثر من الثمن ديال اكثر من التسعيره ديال 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 ديال, ديال, ديال الطاكسي عاديه. وبالتالي راه باش نفتح واحد القوس بان راه التطبيقات الذكيه راه ما خدامش منهم راسهم, راه كيخدموا بطلب من الزبون, راه ما تيمشيش يفرض راسه, راه بطلب من الزبون. راه هذا هو الاشكال اللي كاين, وهذا هو المسؤول. يعني الزبون باغي هاد التطبيقات, باغي هاد التطبيقات. وكاينين بعض الزبائن اللي تيحلف هو صادق على اساس انه ما بغاش يستعمل ما يستعملش الطاكسي كما كان, لا ابيض ولا احمر. علاش؟ الاكراهات راه ماين الطاكسيات عارفينها. اشنو هاد الاكراهات؟ والاكراهات اولا كاينين الطاكسيات اللي قدام باش باقا 205 وباقا اون وباقا باليو الاسطول القديم. اه وباقا الاسطول القديم. ثانيا هذاك السائق ما عندوش فورماسيون, واخا كيديروا فورماسيون هو اونيفو ديال فورماسيون بيرسونيل ما عندوش. كيفاش؟ الزبائن كيتشكاو من عدم النظافه ديال هذاك ديال هذاك الطاكسي اصلا. ملي كيطلع الزبون هو تيشم في الروائح اللي كريهه, بحال تقول عنده فهمتي هو اللي كاين. ولكن تلك صحاب الطاكسيات ولا سائقي الطاكسيات, باش نقول صحاب الطاكسيات, تما راه تما تيعانيو, تما المشاكل ديالهم, تما تابعهم مول الشكارة, واش ما تشوفش هذا الجانب تما تيخليهم يمشيو يلتجوا للتطبيقات الذكيه؟ هذا ماشي دافع انا حيت كيضطهدني انا مول الشكارة, انني نضطهد واحد اخر. راه الحمد لله المغرب راه مغربي. لا ماشي ضطهد واحد اخر, يعني يمشي للجوء يلتجا تما للتطبيقات الذكيه هروبا من هذا الواقع اللي تيعيش فيه, يمشي تاول التطبيقات. وير عدد منهم التجأ للتطبيقات واش تيشتغل في نفس الوقت, كيشتغل بالطاكسي وكيشتغل وفي نفس الوقت راه فيهم اللي منضوين تحت لواء ديال النقابات الديمقراطيه للنقل, وفي مجموعه ديال التظاهرات اللي نظمتها الديمقراطيه للنقل. من هنا مشكورين الناس القائمين على التسيير ديالها ومسؤولين, ومشكورين الناس اللي تيساعدوهم من كاع الكباتن. تحية خالصة للإخوة الكباتن كاملين على صعيد التطبيقات كاملين. أنتم كجمعية دابا قدمتم مراسلة كما قلت لي لوالي الجهة, لوالي الأمن, الوزير الداخلية, واش تكتفوا غير بهذه الخطوات على المراسلة ولا تتفكروا أنكم ديروا خطوات أخرى من أجل إسراع بتقنين هذا القطاع؟ هذا الموضوع هذا بديناه ما يمكنش نحبسوه, وما يمكنش غير نحبسوه هنا مادام عندنا الأمل اننا كجمعيه للمجتمع المدني نوضعوا حل, ويكون عندنا الفضل اننا قدرنا نساعدوا المجتمع المغربي في ايجاد واحد حل واحد المجموعه ديال المشاكل العالقه. سي عبد الحق عتيق, شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس, الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.